اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، رجعنا لكم عشان نكمل اخبارنا، وبرضه فرصه نفكر الناس بسؤال حلقه. سؤال الحلقه ماشي، هنفكركم مره ثانيه، مين اكتر شخص في العيله كسول ما بيمارسش رياضه ورافض كمان، مش فكره بس هو كسول ورافض لممارسه اي نوع من الرياضه؟ فلا مش شرط الام، المخرج بيقول لنا الام، لا مش شرط الام، ممكن يبقى فيه، على فكره في امهات كتير جدا انا اعرفهم، يعني امهات ناس اصدقاء ليا بيروحوا الجيم اكتر مننا على فكره، فهي فعلا مش شرط تكون الام، ممكن تلاقي الابن، ممكن تلاقي البنت، يعني وفي جدود بيروحوا على فكره الجيم، ممكن تلاقي الاب كما هو الحال حالتك هي اكيد الاب. تعرف حاجه بجد من الصور الايجابيه جدا، فعلا في ناس كبيره جدا في السن، يعني ممكن 70 سنه بيروحوا، انا بشوفهم في الجيم اللي انا بروح اللي هو فتح قريب الحمد لله، الحمد لله على السلامه. فدي صوره انا ما كنتش بشوفها زمان. انا اعتقد ان فتره الحظر هي كانت الفتره اللي غيرت من سلوكنا شويه، ناس كتير ابتدت تمارس رياضه لانها زهقانه، حتى ممكن تكون من باب انها زهقانه، ف دي حاجة إيجابية. بصي من ضمن يعني طبعا رزالات كورونا وعواقبها وتبعاتها مش محتاجين نخوض فيها، كلنا بندفع ثمنها غالي دلوقتي لغاية دلوقتي، بس فعلا يعني من الحاجات اللي استجدت علينا بعد فيروس كورونا مبدئيا كده، طبعا النقطة اللي انت بتتكلمي فيها دي نقطة في منتهى الأهمية، فكرة ان احنا نلتزم بالعادات السليمة الصحية والالتزام بان احنا نغسل ايدينا باستمرار على طول، مش لازم نأفور قوي في التعقيم بعد انتهاء الفيروس، بس انا بتكلم ان في شوية حاجات حلوة استجدت علينا، يبقى لذيذ جدا لو كملنا على هذا المنوال، يعني نحافظ على الحاجات. اعتقد ان احنا هنكمل، هي هتبقى اسلوب حياه، الواحد لما بيتعود فتره على اسلوب معين اعتقد بيكمل فعلا. اتمنى ومعاكي جدا في حته ان فعلا مجرد حتى الشكل، يعني الشكل العام لما تشوفي ناس كبار السن مواظبين على الرياضه دي حاجه، كان دايما اوروبا وامريكا والدول المتقدمه تلاقي فيها المظاهر دي موجوده بمنتهى القوه، احنا كان عندنا نقص، بس كويس الدنيا ابتدت تتحرك. ابعتوا لنا بقى عشان نعرف مين في العيله، ولو عايزين تكتبوا اسمه كمان اكتبوا على فكره عشان اللي بيشتري يتفرج يا حضرات. وانا وكريم هنحاول نتواصل معاه زي ما كنت بقول لحضراتكم بشكل شخصي، ونحاول نشجع بعض كده باذن الله. يعني عوده بقى لمجموعه جديده من اخبارنا، اختتمت بمجمع حمامات السباحه في استاد القاهره الدولي منافسات المرحله الثانيه من بطوله الجمهوريه للسباحه بالزعانف، وده بمشاركة 46 نادي من مختلف أنحاء الجمهورية. أصفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن فوز اللاعبة جودي شريف الماس بالمركز الأول في سباق 800 متر مونو مرحلة 17 سنة آنسات، بينما حصلت مريم إيهاب أنور على المركز الثاني، وجاءت سارة عبد الفتاح في المركز الثالث. أما في سباق 800 متر مونو مرحلة 19 سنة آنسات فازت ريهام حسن بالمركز الأول، إسراء محمد فازت بالمركز الثاني، ومنة رضا بالمركز الثالث. في سباق 800 متر مونو عمومي سيدات فازت هديل محمود بالمركز الأول، ورؤى محمد بالمركز الثاني، ومنى وائل في المركز الثالث. أما في سباق 400 متر زعانف 17 سنة آنسات فازت حبيبة رأفت بالمركز الأول، فيرونيا بولس بالمركز الثاني، جانا سمير بالمركز الثالث، وطبعا بنقول ألف مبروك لكل الفائزات. ده ألف مبروك، ونسقف كمان وهنكمل الخبر الحلو ده بالخبر اللي بعديه، وتحية للمرأة العربية والمرأة في العالم كله. توجت المتسابقة أحلام مناصر بطلة المملكة العربية السعودية للدرجات الهوائية للإناث لمسافة 13 كيلومتر بمشاركة 10 متسابقات كأول بطولة من هذا النوع بتشارك فيها المرأة السعودية بشكل رسمي. قطعت أحلام مسافة السباق في 22 دقيقة أو 18 ثانية في بطولة بتعد الأولى للسباق الفردي اللي بتشارك فيه السيدات في السعودية، واللي عبرت عبر حسابها في تويتر بقولها: حلمي يتحقق، الفوز بلقب بطلة المملكة كان حلمي منذ بداياتي في رياضة الدراجات الهوائية، والفخر الأكثر أن أكون أول حاملة لللقب في تاريخ الرياضة في المملكة. ألف مبروك لكل يعني الفتيات والأبطال والبطلات بتوعنا في العالم كله، حقيقة احنا فخورين جدا جدا بأي امرأة بتنجح في أي مجال، ويمكن احنا نقعد نكرر كلامنا أنا وكريم كل يوم، البرنامج ده يمكن من البرامج الحمد لله اللي بتلقي الضوء على نماذج ناجحة جدا للمرأة في العالم كله، ونتكلم كمان عن المرأة المصرية في انها هي تقدر تحقق أي شيء وبتنجح فيه، ان هي يعني مفيش حاجة مستحيلة. اللي احنا عايزين نقوله ان الرسالة في الآخر مفيش حاجة مستحيلة، مفيش فرق بين رجل وامرأة، في فرق بين حد بيشتغل وبيسعى وبيتفوق وعنده إرادة، أعتقد كده يعني. برضو من العناصر المميزة إلى حد كبير لهذا البرنامج فكرة إن إحنا بنعرض على حضراتكم كل يوم
تقارير ليها علاقة بتمارين رياضية يمكن في ناس كتير ما عندهمش لا الوقت ولا الإمكانيات ولا حتى الوعي إن هم يروحوا لصلاة الجيم أو يروحوا في نوادي معينة، لكن في البيوت في ناس كتيرة محتاجة إن هي تمارس الرياضة ومش عارفة تبتدي منين ومش عارفة إيه الصح اللي لازم يتعمل. فالحقيقة إحنا بنتوجه بالشكر للكابتن أحمد عوض إن هو بيعرفنا كل يوم من خلال هذه التقارير على مجموعات جديدة من التمرينات. تعالوا نتعرف معاكم على تمرينات جديدة مع كابتن أحمد عوض، اتفضل. صباح السعاده، صباح الامل عليك. النهارده هنتكلم في موضوعين مهمين جدا للكيسز، سبيشال كيسز او الحالات الخاصه. الحالات الخاصه اللي زي ايه؟ زي مريض الضغط عامه، في نوعين من الضغط، ضغط واطي وضغط عالي. مريض الضغط الواطي ده بالنسبه لي مريح جدا ومفيد جدا بالنسبه له التمرين، وينفع يتمرن بكل طرق التمرين. عنده مشكله بسيطه قوي ودي المهمه بالنسبه لي، ان مريض الضغط بيخاف منها بتاع مريض الضغط الواطي الاول. العالي ده كارثه وهنتكلم فيه لانه مهم جدا يعرف المعلومات دي. مريض الضغط الواطي عنده مشكلة إنه لما بيوطي أو بيعمل أي تمرين في راسه توطي لتحت، ينزل لتحت بيطلع، بيحس إن هو دايخ ويعني مزغلل ومش شايف. ده عادي جدا نتيجة إن هو أصلا بيحصل له خلل في الحتة دي. فمفيش مشكلة إن أنا كمدرب أو إن أنا كواحد عندي ضغط واطي إن لما أجي أقوم على الأرض أو أجي أرفع راسي من جهاز مثلا أو أنا موطي أو أقوم وأطلع على الأرض مرة واحدة، أخلي بالي إن لازم يكون جنبي حاجة وأعمل اتزان لنفسي وأثبت 5 ثواني بالظبط اتنفس كويس، هرجع طبيعي جدا وما عنديش اي مشكله. يبقى في حاله واحده بس لو انا بوطي واقوم، ده الضغط الواطي، هو دي المشكله اللي بتقابله بس في التمرين. لكن اي تمرين بالنسبه له في الدنيا كلها ينفع يتمرنه طول ما هو قادر يتمرنه في نفس الليفل بتاعه. اوكي، المشكله الاكبر بقى في الضغط العالي. الضغط العالي ما ينفعش يعمل حاجه اسمها انترفل تريننج، اللي هو تمرين تصاعدي تنازلي، يعني ما عملش مجهود جامد، يعني ما جريش جامد قوي 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 واقف الراحه، ما ينفعش. لازم الكيرف بتاع التمرين بتاعه يطلع بالراحه وينزل بالراحه. على سبيل المثال ودي حاجات مهمه بالنسبه لي قوي، التنفس في التمرين، الميه في التمرين، ما ينفعش ياخد الدواء قبل التمرين بشرط، لازم يكون واخده على مدار اليوم بتاعه بعيد عن التمرين بساعتين، هيتاكد ان جسمه تخلص من الدواء ده ودخل في الدوره الدمويه بتاعته بطريقه بسيطه ما يبقاش مضاعفه. في التمرين بتاعته مثلا لو انا بتمرن، لازم اتمرن كويس قوي وما اعملش سوبر سيت، اللي هي التمرينات المشهوره في الجيم اللي هي اخد 15 عده مع عضله تانية، دي اسمها سوبر سيت، دي بترفع ضخ الدم عالي جدا وهو اوريدي ضخ الدم في جسمه عالي، فما ينفعش. المفيد بالنسبه له التنفس اثناء التمرين يكون بالراحه، يعني هخش التمرين بتاعتي بالراحه، مفيش سرعة في التمرين. خلص 15 عدة، البريك بتاعه لمدة دقيقة، ياخد راحة، يشرب مية، ياخد نفسه لمدة دقيقة كاملة. ما ينفعش يخلص ويقوم يعمل تمرين تاني، لا. ده المفيد بالنسبة للضغط العالي، ما ينفعش يزود عن ده. يعني مفيش حاجة اسمها عمل تاني في التمرين عشان يجيب نتيجة، لا، حضرتك مش هتجيب نتيجة وأنت مصاب. مش هتجيب نتيجة لما يجيلك جلطة في القلب. لا، أنت هتجيب نتيجة طول ما أنت سليم. وتعمل حاجه المسموح بيها للكيس بتاعتك او للحاله بتاعتك. انت عندك ضغط عالي فلازم احترم الموضوع ده، لازم اخد دواء، ولازم كل شهر اتابع مع الدكتور بتاعي ان جرعه الدواء ممكن تقل نتيجه ان في تحسن في الدوره الدمويه. هنعرف بقى الضغط العالي ده يتمرن ازاي على المشايه دلوقتي، او ازاي يطلع يعمل كارديو ماشين او اجهز حاجه فيها كارديو او تنفس عالي، جري، الكتريكال، عجله، ايا كان، ازاي يستخدم الحاجه دي وازاي يمشي عليها صح من غير ما يجيله مشكله بسبب موضوع الضغط العالي. يلا بينا. هنا بقى هنعرف ازاي ابدا التمرين كواحد عنده ضغط عالي، ولو انا ما عنديش ضغط عالي بقى ممكن استخدم المشايه اصلا في نهايه تعالج المشاكل اللي في جسمي. الضغط العالي لازم ابتدي تمرين امشي واحده واحده، وده مهم جدا. ابتدي مثلا سبيد 4، ده بالنسبه لمجهود اي حد طبيعي يقدر يمشي سبيد 4. في حاجات مهمة بقى قوي في الموضوع ده، ان انا ازاي اعالج مشاكل في رجليا تحت ناتجة عن العادات الغلط، ان انا بقعد في المكتب فاتح رجليا او بحط رجلي على رجلي. في ناس بتمشي عوجة رجليها لجوه، لا، او فاتح رجليها لبره. احاول بقدر الامكان طول ما انا ماشي بالروح اخلي مشط رجليا لقدام. ده مش زي حاجات الاتيكيت كده، لان في الاتيكيت ان انت ازاي تمشي، لا، ده صحي ليك انت عشان تحافظ على عضلاتك والمفاصل بتاعت جسمك عامه والعمود الفقري، ان انت تخلي مشيتك فيها اتزان، ما بقاش فيها رجل مفتوحه، دي هتاثر على غضاريف الركبه، وما كانش فيها رجل مقفوله لجوه عشان ما تاثرش على الغضروف الخارجي. نخش بقى في المريض الضغط العالي. احنا دلوقتي دي مش دقيقه، عايز ازود الليفل بقى. بعد كل دقيقه ابتدي ازود، خلاص عديت دقيقه،
هزود هنخليها مثلا 5. زود السرعة شوية. ما ينفعش أطلع مرة واحدة ولا أعمل حاجة فيها انترفل خالص. يعني ما ينفعش أطلع بسبيد وأنزل بالسبيد. لا، زي ما أنا طلعت زي ما أنا نزلت. طب خلاص أنا صحتي كويسة وبقالي كتير بتمرن، فممكن أجري لأن لياقتي البدنية اتحسنت، فممكن أجري. خلاص أوكي، ابتدي أجري على المشاية مش مشكلة. جريت لمدة 5 دقايق واتصل وعايز أنزل مع المشاية، ما ينفعش أدوس ستوب. قمة الخطورة لمدة الضغط العالي أنا أدوس ستوب وأقف، لازم أعمل حاجة اسمها كول داون. نفس عشان يبتدي ضخ الدم بتاعي ينزل واحدة واحدة، ما ينفعش يطلع وينزل. البني آدم الطبيعي العادي اللي عايز يعمل انترفل تريننج ممكن يعمل 1 دقيقة على 9، مفيش مشكلة خالص، ده اللي ما عندوش ضغط عالي. يجري 1 دقيقة على 9 بأقصى حاجة ما عندوش مشكلة، وبعد كده يدوس 4 سرعة 4 ويمشي. ده اللي اسمه انترفل تريننج. ده ما ينفعش مع مريض الضغط العالي. لازم نركز قوي في الموضوع ده، لان ما ينفعش ان انا اجيب نتيجه طول ما انا عندي اصابه. والحالات اللي فيها الكيسز زي السكر زي الضغط زي الكلام ده كله ليهم برامج خاصه، فنركز في النقطه دي عشان نحافظ على صحتنا. ربنا يحفظكم جميعا مع معلومه مفيده الحلقه اللي جايه ان شاء الله. شكرا كابتن احمد، ويمكن احنا الاسبوع ده او القادم ان شاء الله هيبقى معانا تقرير، وانا وكريم هنبقى مع كابتن احمد في الجيم وهنصور واحنا بنتمرن. كريم هيتمرن. انت هتصوري وانت بتتمرني؟ انا هتصور وانا بتوفى. فان شاء الله يعجبكم التقرير باذن الرحمن. الله. نروح بقى لفقره الصحافه وهنعرف اخر الاخبار الرياضيه والمحليه والعربيه طبعا زي ما احنا متعودين مع حضراتكم كل يوم، وزميلتنا مريم سميح مراسله قناه الاهلي. مريم صباح الخير يا مريم، وتفضلي كده اطلعيني وانا وكريم على اخر الاخبار، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا يعني احنا النهاردة العناوين الأبرز من خلال الصحافة طبعا المحلية تحديدا بتتجه كلها إلى أنظار تحضيرات الأهلي لمواجهة الجونة غدا. فبدايتنا من جريدة الشروق كانت وليد سليمان بيغيب عن مواجهة الجونة غدا، والشيخ جاهز بعد مشاركته في المران، ومحمد محمود يعود بعد 3 أسابيع. طبعا أكد أو أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن وليد سليمان هيغيب بكرة عن مباراة الجونة اللي هتقام غدا الأربعاء. ده طبعا بعد يعني هو عمل أشعة بعد تعرضه لكدمة قوية جدا في الصدر خلال مباراة القمة. طبعا أضاف عبد الحفيظ إن يعني بسبب الكدمة دي هيكون غياب وليد سليمان غدا. وأضاف كمان أو أضافت الجريدة إن عبد الحفيظ أكد إن جاهزية أحمد الشيخ لاعب الفريق لمباراة الجونة غدا وهيكون جاهز تحت تصرف الجهاز الفني أثناء المباراة. طبعا ده بعد ما شارك أمس الشيخ في التدريبات الجمعية للفريق، وقبلها كان يعني موجود في برنامج تأهيلي ساعده أن هو يشارك أمس في التدريبات. وطبعا ده بعد الإصابة اللي تعرض لها في كاحل القدم في مباراة أسوان قبل الماضية. كمان يعني الجريدة أكدت أن قال خالد محمود طبيب الفريق ان محمد محمود هيحتاج ل3 أسابيع علشان يرجع بشكل طبيعي يشارك في التدريبات الجماعية. وقبلها طبعا محمد محمود كان موجود او هو يتواجد حاليا في برنامج تأهيلي في المرحلة الاخيرة من البرنامج التأهيلي بعد الوضع طبعا للطبيب الالماني بعد ما خضع لبعض الفحوصات هناك. من جريدة الأهرام الليلة، الأهلي والاتحاد في نهائي كأس السلة. طبعا النهاردة مباراة هامة جدا، بيلتقي في الساعة 8 مساء النادي الأهلي مع الاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر لرجال كرة السلة بعد فوزهما في الدور قبل النهائي على سموحة وسبورتينج. طبعا زي ما أعلننا مبارح برضو من خلال فقرة الصحافة إن الأهلي وصل للنهائي من خلال أو الفوز على سبورتينج بنتيجة 77-79
65، كان الاتحاد السكندري فاز على سموحة بنتيجة 89-66. أضافت الصحيفة كمان أن الأهلي حصل على اللقب 10 مرات، آخرها موسم 2017-2018، وتأهل يعني للنهائي في آخر 4 نسخ. في الحقيقة يعني عندنا الخبر إن شاء الله صار بالنسبة للجماهير في كل مكان. من موقع اليوم السابع، اتحاد الكرة بيدرس تواجد الجماهير في مدرجات مباراة الدوري ولكن بشروط. طبعا يدرس مسؤول اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري إن هيكون في تواجد إن شاء الله في بطولة الدوري الممتاز خلال المباريات القادمة، ولكن هيكون التواجد ده بشروط معينة، بحيث إن يعني اللجنة الخماسية طبعا من خلال موقع اليوم السابع أعلنت أو إن هي درست إن يكون الحد الأقصى للجمهور هو 1000 شخص، وإن يكون يعني المباراة أو الفريق صاحب المباراة يستضيف 70% طبعا من الجمهور، وهيتم توزيعها على عدد كبير جدا من المدرجات، وهيكون في إجراءات احترازية وطبعا مسافة متر بين كل مقعد ومقعد، وده طبعا طبقا للبروتوكول اللي وضعته وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الصحة. ولكن يعني بيتولى مسؤوله اللجنة الخماسية باتحاد الكرة كمان ان هيكون في عامل موجود في الاستاد علشان يتم رش المطهرات طبعا، وكمان الكحول قبل وبعد المباراة، وطبعا ده لضمان سلامة الجماهير. الخطوة دي يعني عايزين نعلن ان هي جاءت في اطار عودة الحياة الطبيعية في جميع مؤسسات الدولة، او خاصة كمان المؤسسات الترفيهية سواء النوادي او السينمات، وكان خطوة مهمة جدا يكون في جماهير خلال الفترة المقبلة. وفي النهاية طبعا على الصعيد العالمي، من شبكة ESPN، مانشستر سيتي يفتح خزائنه لضم ميسي. طبعا أعلنت ESPN ان في او مانشستر سيتي بيركز الفترة المقبلة ان هو طبعا هيضم طبعا يعني او في تمويل للصفقة المحتملة لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. طبعا يعني خاصة ان عقد ميسي هينتهي في 2021، ومانشستر بيأمل ان هو يكون في ضم للنجم الأرجنتيني طبعا خلال الأيام المقبلة أو الانتقالات الصيفية، لأن كان فيه طبعا زي ما احنا عارفين ميسي كان عبر عن استياءه خلال الفترة الماضية عن تدهور مستوى نادي برشلونة، وخاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام بايرن ميونخ 8-2، وده سهل لمانشستر إن هو يعني يكون في أنظار كتيرة جدا على ضم ليونيل ميسي طبعا بشكل كبير. طبعا ESPN أكدت إن مانشستر سيتي قال إنه هيكون في صعوبة في هذه الصفقة، ولكن هم يعني يأملوا إن برشلونة يعرض أو يوافق على بيع ميسي بسعر معقول. دي كانت أهم أخبارنا النهاردة على المستوى المحلي والعالمي، وتحديدا كمان أخبار النادي الأهلي وتحضيراته لمباراة الجونة غدا. عودة إلى الاستوديو مرة أخرى. جميل جدا، شكرا ليكي مريم سميح زميلتنا العزيزه. ويمكن اخر خبر هي اتكلمت فيه ده خبر دلوقتي يعني مهم، محتل السوشيال ميديا كله، الناس كلها بتتحدث، والصحف كمان مش بس السوشيال ميديا، الصحف العالميه المختلفه، فكره برضو ميسي ماذا ما هو القادم. فعلا زي ما مريم وضحت العقد بتاعه بينتهي مع برشلونه 2021، فايه النادي القادم لميسي طبعا بجمهوره العريض في انحاء العالم كلها، لكن فعلا هو مانشستر الحديث حول ان احتمال كبير يكون هو النادي القادم، لكن طبعا اذا تم بيعه بسعر طبعا كويس. لو راح وانتهى بيه المطاف فعلا في مانشستر سيتي ده الدوري الانجليزي هيولع، عايز اقول لك اكتر مما هو والع اصلا بالفعل. طيب تعالوا بقى نروح مع كل حضراتكم الى دوري هوكي الجليد في امريكا الشماليه. تعالوا نتفرج على جزء من المباراه اللي فاز فيها فريق فيجاس جولدن نايتس على فانكوفر كانوكس، ونرجع نكمل مره تانية كلامنا. اتفضل.
علمك متصنفه بالنسبه لي انا رياضه عنيفه جدا. هي طبعا رياضه عنيفه طبعا وبيحصل اشتراكات خطره جدا. اختلافات بتقلب الحكايه مطحنه بين اللعيبه. وبيحصل اصابات كثيره جدا على مدار تاريخ اللعبه طبعا كثير من الاصابات اللي حصلت وفي ناس كمان من الجمهور اتصابوا قبل كده حصل الموضوع صعب. طيب خليني اروح مع حضراتكم بعد كده بقى من الهوكي للتنس وبطوله التنس المفتوحه للسيدات ونشوف جزء من المباراه اللي فازت فيها لاعبه غير مصنفه روسيه على لاعبه مصنفه وده كان لافت للنظر لان اللاعبه المصنفه كارولينا بليشكوفا هي لاعبه مصنفه قويه جدا لكن اللي حصل الفوز كان لصالح اللاعبه الغير مصنفه. خلينا نروح نشوف جزء من البطوله دي ونرجع نكمل. The number one seed, Karolina Pliskova. تعالوا بقى نروح من عالم التنس إلى عالم سباقات السرعة بشكل عام وتعالوا نتكلم عن سباق انديانابوليس 500 وطبعا نتيجة الكورونا ما كانش فيه جماهير في هذا السباق. ده السباق اللي فاز فيه الياباني تاكوما ساتو وده يعتبر نصره الثاني على التوالي. نشوف جزء ونرجع نكمل كلام. نروح بعد كده لبطولة أخرى وبطولة نورثرن تراست للجولف اللي تمت في الولايات المتحدة الأمريكية وفاز فيها داستن جونسون. خلينا نشوف جزء من الفيديو ده ونرجع نكمل. God, that's
تعالوا بقى نروح على اليابان ونتابع مع حضراتكم إضاءة برج سكاي تاي بألوان البارالمبياد قبل عام أو قبل بدء العد التنازلي على سنة من دلوقتي على انطلاق بارالمبياد طوكيو 2020، وطبعا دي اللي كانت مؤجلة. تعالوا نتفرج مع بعض. الوقت بيجري، الفاصل خلاص، المفروض دلوقتي نطلع فاصل والفقرة الأولى خلصت اللي هي فقرة الأخبار، الفقرة الإخبارية. بعد كده هنرجع مع حضراتكم، هتبقى بقى فقراتنا الحوارية، معانا فقرتين حواريتين مهمين جدا، وآخر فقرة الفقرة اللي احنا أنا وكريم بصراحة بنحبها جدا إن يبقى فيها تواصل مع حضراتكم، هي فقرة السوشيال ميديا. وأذكر حضراتكم لآخر مرة بقى خلاص عشان ما تزهقوش برضو، إيه أو مين أكتر واحد في أسرة حضرتك ما بيمارس رياضة وكسلان ومهما حاولتوا تشجعوه مفيش أمل خالص؟ ابعتوا لنا وابعتوا لنا اساميهم زي ما كنت بقول، واحنا هنتواصل بشكل شخصي واحنا هنفضحهم. ايوه بمعرفتنا. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.